وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف في استوديو الأخبار سعادة السيد محمد ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني. صباح الخير سعادة الوكيل، وبعد التحية هل لك أن توضح لنا أكثر ماذا حدث، ماذا رصدت إدارة شؤون الطيران المدني حول هذه الواقعة الخطيرة؟ صباح النور، طبعا نصبح عليك وعلى المشاهدين الكرام. في الواقع صباح يوم 15 يناير الساعة 9:35 دقيقة كان في طيران الإمارات اللي هي EK837، وهي رحلة اعتيادية مجدولة مستوفية كافة الشروط من ناحية خطط الطيران. تفاصيل الرحلة هذه تم تعميمها على الجميع بما في ذلك المراقبة الجوية في دولة قطر، وكانت في مسارها المعتاد اللي هو UP669، وهذا الممر مفتوح للحركة الجوية ولا توجد عليه أي قيود ولا توجد عليه أي ملاحظات من قبل دولة قطر، ولا يوجد نشرات ملاحية تفيد بأنه هو مغلق للطيران. ومنذ حدوث الأزمة هذا الممر الجوي مفتوح، والطيران يسير على هذا الممر الجوي بشكل معتاد بما في ذلك طيران الإمارات في سابقة جديدة. وبالتالي ما حدث اليوم أن أثناء مرور طائرة الإمارات اللي هي بوينغ 777 شمال قطر طلعت مقاتلتين قطريتين من الأجواء القطرية وتوجهت مباشرة ناحية طيران الإمارات. أثناء الحركة مراقب الحركة الجوية ماذا قاموا تجاه هذه الواقعة؟ طبعاً المراقبين الجويين عندنا مراقبين أكفاء وهم مدربين على مثل هذا النوع من الحوادث، يعني عندما يرون أن هناك في تقارب ما بين الطائرات ويبتدون أنهم يطبقون الإجراءات المتعودين عليها. مثلاً في مثل هذه الحالة المراقب الجوي تدخل على طول وأوقف هبوط الطائرة الإماراتية على أساس يكون في فصل أفقي ما بين الطيارة الإماراتية وما بين المقاتلات القطرية. طبعا هذا يعتبر تهديد خطير بالنسبة حق الطائرة المدنية، وطائرة مدنية فيها ركاب أبرياء وفيها طاقم طائرة وجميع المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية خاصة تلك المتعلقة باتفاقية شيكاغو تنص على حماية الطيران المدني من مثل هذه الأفعال. طبعا احنا هناك ايضا واقعة ثانية في نفس اليوم حدثت الساعة 10:21 دقيقة بالتوقيت المحلي، وهذه المرة كانت اللي فيها يعني طيران الاتحاد الإماراتي. وهي ايرباص 320. هذه هنا المقاتلات كانوا في الشمال، وبعدين لما شافوا طيران الاتحاد عملوا نوع تتبع الطائرة كما هو مبين على الشاشة ومشوا حول ذي. إذا شوف الخريطة مثلا هذه في هناك الممر الجوي UP669 اللي هو في شمال قطر، وهذا الممر مثل ما قلت أنه مفتوح للحركة الجوية، وإذا نشوف باللون الأحمر هناك في هي طيران الاتحاد. وأيضا المقاتلات القطرية أتوا من ناحية الشمال ومشوا حوالي 300 ميال خلف طيران الاتحاد. يعني ربما كما نشاهد ليس الخرق فقط في الاعتراض، الخرق الأكبر هو الاقتراب الشديد للطائرة الذي بلغ ميلين من الطائرة. هذا الاقتراب طبعا هو يهدد السلامة، وأيضا احنا رفعنا تقرير إلى منظمة الطيران المدني الدولي كونها هي الجهة المسؤولة عن قطاع الطيران في العالم كله وتنظيمه، وهي معنية ومهتمة جدا بالأمور المتعلقة بالسلامة، فتم مخاطبتهم، وأيضا تم مخاطبة المدير الإقليمي لمكتب الإيكاو في الشرق الأوسط. وأيضا قمنا بدورنا بمخاطبة سلطات الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأنها دولة التسجيل والمشغل لهذه الطائرات، على أساس أن الواقع للأمانة واقعة خطيرة. ويجب أن جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران وسلامة الطيران أنها تولي هذه الحادثة الاهتمام اللي تستحقه. هل هناك خطوات ستتخذ يعني في إطار هذه الحادثة التي لا أعتقد أن سيتم التغاضي عنها كما رأينا قبل قليل في الشاشة في الرحلة؟ خطورة هذه الحادثة، احنا حملنا اتصالاتنا مع المدير المكتب الإقليمي بالإيكاو أنه بدأ التواصل مع السلطات القطرية وإثارة الموضوع معهم ولفت انتباههم إلى خطورة ما قامت به المقاتلات القطرية صباح هذا اليوم. بكل تأكيد احنا ننتظر الرد، وأيضا قمنا بمخاطبة رئيس مجلس الإيكاو على أساس أنهم يبتدون التحقيق في مثل هذه الحادثة وبالتالي يرجعون لنا، وهناك يتم الاتفاق. أيضا هناك في تنسيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن مثل هذه الأمور هي المعني بها الجميع. المسافرين داخل هذه الطائرة ليس من جنسية واحدة، إنما من جنسيات مختلفة،
وبالتالي احنا كنا مسؤولين عن تقديم خدمات الحركة الجوية في إقليم البحرين لمعلومات الطيران، وتم تفويضه من قبل المنظمة. احنا حريصين جدا في البحرين ان نقدم الخدمات بكفاءة، وان احنا نأمن حركة الطائرات المدنية في الإقليم بكل أمن وسلامة. نعم، ونحن نتمنى يعني الأمن والسلام لجميع المسافرين ولجميع من يأتي إلى مملكة البحرين. سعادة السيد محمد ثامر الكعبي، وزير وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني، شكرا جزيلا لك. شكرا.